الآن التكنولوجيا أثرها كبير جدا. لو جينا تكلمنا ببساطة، هل باعدت بيننا وبين بعض؟ يعني أنا لو عندك فرح بارك لك، عزاء تبى تعزيني بس وكذا بالتلفونات، هل أثرت على حياتنا الاجتماعية؟ ما يعني دحين ما أقدر مثلا أروح القصيم، مشغولة خلاص، تلفوني كفي، رسالة كفي مثلا، يعني صحيح ها صحيح، تأثير يعني عليك. هذا الحاصل دالحين حاليا في الوقت أنت الحالي. راضي عنه كذا، مبسوطة يعني؟ لا والله، لا والله، يعني فعلا في لما تكون مسافة بعيدة مثل القصيم، فعلا مثل أماكن ما أقدر أوصل لها، فعلا يمكن رسالة تكفي وتوفي بالغرض. بس لما أكون أنا أحيانا، تكونين أنت في غرفة وولدك أو أحد أخوك في الغرفة وحابة أن تطلبين شيء أو تستشيرين بشيء برسالة، برسالة بالواتس، طيب إيش الفائدة يعني؟ الناس ما بتزعل يعني والله دلوقتي؟ مثلا زمان يقول لك فلانة ما جاتنا وفلانة جاتنا وكتر خيرها جاتنا، صحيح، دلوقتي صار في لوم. يعني الحياة فعلا. هل أثرت علينا سلبا أم إيجابا التكنولوجيا دي؟ أو أعطينا سلبا وإيجابا. طيب شوفي، هو تقدرين تقولين زي ما يقولون سلاح ذو حدين. طيب في منها الإيجابي اللي هو فعلا وفرت أحيانا أشياء كثيرة يعني حلوة، انه انا تسهيلات، هي سهلت علينا فعلا. وفي السلبي انه سببت احيانا في تطبيقات كثيرة، يعني مثلا زي توكلنا، زي الامور هذه من صالحنا احنا، بالعكس شيء حلو مفيدة فعلا. لكن لما تجيك مثلا العاب الكترونية خطيرة، سببت اشياء مثل العنف، انتحار، سببت انتحارات الاطفال، سببت اشياء كثيرة يعني.